نروح لخبر البعض شافه خبر إنساني جدا امبارح. الرئيس السيسي أصدر قرار جمهوري بالعفو عن 502 من المحبوسين، منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير جدا من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر. شمل القرار أيضا عدد من الحالات الصحية بمن قضوا ثلاثة أرباع المدة، كما شمل أيضا على قرار العفو عن 175 شابا أقل من 30 سنة، وثمانية من أساتذة الجامعات، وثلاث محامين وخمس مهندسين. خلينا نروح نتابع. العيد هذا العام عيدان، بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالعفو عن 502 من المحبوسين، منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر. حدش مصدق إن أنا بابا السجن دلوقتي، حتى أهلي أنا بكلمهم مش مصدقين إن أنا بابا السجن. قرار العفو شمل عددا من الحالات الصحية ممن قضى ثلاثة أرباع المدة، كما شمل العفو عن 175 شابا أقل من 30 عاما، وثمانية من أساتذة الجامعات. أشكر الرئيس وأشكر المؤسسات اللي ساعدت على خروجنا. حالة من الفرحة العارمة سادت بين المفرج عنهم وأهليهم. على قد ما أنا فرحان بالعفو، على قد ما أنا فرحان بعيدي، إن الرئيس يعتبر هو عيد مصر كله، الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر هو عيد لمصر كله، وإفراجه عننا يعتبر إن هو راجل بيتنازل عن جزء من حقه، لأن إحنا كنا فعلا يعني، فربنا سبحانه وتعالى يكفينا شر الناس الوحشة. وبندعو للسيد الرئيس، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدوام الصحة والعافية. قرار العفو الرئاسي يأتي بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك، حيث حاولت الدولة التخفيف عن المحبوسين وإعطائهم فرصة جديدة لحياة أخرى بعيدة عن مرارة السجن. قضيت 3 سنين ونص وربنا جاب لي العفو من عنده. تشبع المشمولون بقرار العفو الرئاسي بحلاوة مذاق الحرية لكي يبدأوا حياة جديدة مع ذويهم، وما أجمل تلك البداية مع عيد الفطر السعيد. يعني الواحد بيحس ان كلنا بشر في النهاية، يعني مهما كان واحد غلط طبعا اكيد لازم ياخد القانون مجراه، لكن طبعا لفتة كويسة جدا لما برضو الناس تخرج بعد 3/4 المدة، وده وفقا للقانون يعني، ويقضوا العيد مع اهلهم. اعتقد لفتة انسانية كويسة جدا.